مره اخرى عاوتاني كتستمر نفس المعاناه ديال الحارس. واحد في الاخوه ديالنا اليوم جال المسيره، كنسميو جال المسيره 3، كيتعرض لمحاوله القتل، هو في الانعاش دابا حنا في موريزكو. سمعنا الاخبار الاخوان مجموعين حراس ديال جهه الدار البيضاء الكبرى كاملين، يعني هاد المصاب الجلال هذا راه اثر فينا وهزنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. مشكورين رجال الامن اللي خدامين على هاد المشكل هذا باش يحدوا من هذاك العنف ديال هاد السيد هذا. الخدمه ديالو راه هي هذيك، يتحارب مع هذوك الناس اللي مدمنين على المخدرات وكيهرسوا الممتلكات ديال عباد الله، اللي منهم السيارات ومنهم الدراجات والبيبان ديال الناس ديال السكان والشراجم ديال السكان. ايوا اش غنقول لكم الاخوان، هاد ربع شهور هادي عانينا فيها بما فيه الكفايه، فهمتي؟ وصلنا للبطر، قلنا ما كاين ماشي مشكل، ولكن دابا راه محاوله القتل. وهذا الراجل هذا الحارس هذا راه جند من جنود الله وجند من جنود هذه الدار البيضاء هذه الكبرى، وراه تعرض لمحاوله القتل، وراه راجل طيب. والبارح كان كيدور على الاخوان ضامن معاهم دار خمسة العمالات الاخوان، جاب الجروب ديالو مشاو عزاو واحد في الحراس اللي فقدناه الله يرحمه ويوسع عليه ويجد عليه الرحمات في هذا النهار. وعاود كيدور على الاخوان اللي عنده عمليه، شي واحد في المنسق الاقليمي ديالنا السي حموده عنده عمليه ديال ولدو، الاخوان راه تيتضامنوا كيجمعوا هذا السيد هذاك البارح دار خمسة العمالات باش يجمعوا فلوس العمليه. فاذا بنا اليوم كنتفاجئوا، تفاجئنا اليوم بان هذا السيد هذا تعرض لمحاوله القتل، هو الان راه طارح الفراش في الانعاش. وحنا كنعانيو من هاد المشاكل ديال ريسيبسيون في موريزكو في السبيطارات المستشفيات هاد الجامعيه، لان الحراسه الاخوان كتعرفوهم ما عندهم لا تغطيه صحيه، ما عندهم لا تامين، ما عندهم شي مدخول قار اللي غادي فهمتي يغطي هاد الجانب هذا الصحي. ومشكور صاحب الجلاله الله يطولنا في عمره والله ينصرو على التعليمات اللي عطى في اطار التغطيه الصحيه لجميع المواطنين، ولكن بالنسبه لنا حنا كحراس راه مازال ما استفدناش، وكنلقاو تعقيدات في اطار ديال تنزيل الدستور، لان القطاع الوحيد اللي باقي ما تهيكلش هو هذا القطاع ديال الحراس، باقي مصنفينه في قطاع ديال الخدمات. والمكاتب ديالنا راه هي كيالها الجمود في المكتب ديال الشؤون العامه في العماله، وحنا راه متشوقين باش نخرجوا للوجود وباش نستافدوا حتى حنا بحال باقي الاخوه، لان راه كتعرفوا الحراس كحرس الممتلكات ديال الدوله كامله وديال الساكنه، ولهذا هو راه ما تيستافدش من روبو، ما كيستافدش من السفريات، ما كيستافدش من الاعياد، يعني خدام ما عنده لا ويكاند لا والو، ما عندوش تغطيه صحيه. هاد المشاكل الامنه كامله راه كتاثر، من غنجيبوا هاد المصاريف ديال السبيطار. لهذا الله يرحم لكم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.